لكل الناس اللي بتتابعنا من خلال هذا الصباح عبر صباح الشروق، بنتواصل معاكم من خلال فقراتنا بالتأكيد ومن خلال موضوعاتنا. يمكن واحدة من الموضوعات المهمة جدا واللي عندها صدى عالي جدا في المجتمع السوداني، يمكن كلام كثير في السوشيال ميديا وفي تداعيات مختلفة حول عودة السفريات البصية لمزاولة العمل مرة أخرى. كل تأكيد. إذن الكل يترقب أنه يسافر ويترقل عبر الباصات إلى كل مكان في السودان، وأن تعود الحياة تدريجيا إلى ما كانت عليه، ونعود إلى السفر والتسفار للفوائد المتعارفة لديكم فيه. سعداء جدا أنه نشوف طبيعة عمل هذه الغرفة، ونشوف مدى الاحترازية بشروط العودة، ونكون معاهم في الصورة كمان، برضو نشوف أسعار التذاكر اللي الناس كلها اشتكت منها، ونشوف آرائهم في الموضوع ده. سعداء إنه ينضم إلينا الآن داخل الاستوديو الأستاذ معمر عبد الحميد، وهو نائب رئيس غرفة الباصات السفرية وباللجنة التسييرية بكل تأكيد. أهلا بك أستاذ معمر، سعيدين جدا بك في صباح الشروق. مرحبا بك. مرحبا بالأخوان قناة الشروق وبرنامج صباحك يا بلد. صباح الشروق. أو صباح الشروق. نعم. عفوا. وهو دائما يطل على البلد طبعا. إن شاء الله تكون إطلالتنا خفيفة الظل على المشاهدين. نعم. وعلى البلد كل. إن شاء الله. تحية لك. ومشروع عودة الباصات مرة أخرى السفرية للمزاولة مع وجود جائحة كورونا ويعني المواقف الاحترازية اللي ممكن نقوم عليها، لابد من وجود يعني اشتراطات وشروط عشان العودة تكون بأمن وأمان. الشروط شنو عشان ترجع الباصات السفرية من جديد تزاول مهنتها وعملها والناس تكون في تطواف بين كل ولايات السودان المختلفة؟ نعم. في الحقيقة قبل البداية الفعلية يوم أمس، هو أول يوم كان لبداية العمل في كل ولايات السودان، فهناك كانت موجهات من لجنة الطوارئ الصحية ومتوجهة بتوجيه لتنفيذها عشان نقدر نضمن السلامة للعودة عبر النقل عبر الولايات. وكانت فئة أيام حسب يعني انه البدايه كانت بدايه ناجحه، شرطه الولايه وشرطه المحليه وشرطه المرور السريع ووحده النقل البري في الاشراف وفي المتابعه اللصيقه بتطبيق الاشتراطات الصحيه لسلامه المواطنين. بالتاكيد. جميل. هل كان في التزام تام من خلال اليوم الاول باعتبار يوم امس والحركه داخل الميناء البري او كل الاماكن اللي ممكن منها تغادر الباصات السفريه الى كل ولايات السودان؟ التزام من جانب الباصات، مع العلم انه الحركه في البص كامله المقاعد تقوم كامله ولا لا في تباعد يمارس؟ مساله الالتزام بالاجراءات الاحترازيه من قبل المواطنين ومن قبل ايضا اصحاب الباصات اصحاب الشركات المختلفه، والتوصيه منكم كلجنه تسييريه طبعا لغرفه الباصات السفريه. نعم. الالتزام كان يعني تحقق بنسبة كبيرة. الالتزام هو كان في لبس الكمامات، وما كان التباعد من ضمن الاشتراطات. طيب. فكانت هي لبس الكمامات وتعقيم الباصات وتعقيم الركاب في الدخول. وأنا أفتكر يعني أن إحنا كباصات بالتعاون مع برضو الميناء البري كان عنده أيضا إشراف كبير على تنفيذ التعقيم داخل الميناء البري داخل الميناء وللباصات، وفي تعقيم نحن في تعقيم برضه من جانبنا منسوبيننا، وكوننا عملنا برضه تيم بتاع تعقيم للباصات، وتم تعقيم الباصات قبل مغادرتها. وفرتوا كمامات؟ والله الكمامات اساسا بيتم توفيرها طبعا اكيد عبر الراكب، يعني زي ما انتم شايفين يعني في كل مجهود فردي او زاد مجهود فردي، فمعظم الركاب افتكر كانوا مرتدين الكمامات.
فالغالبيه من المسافرين كانوا بيرتدوا الكمامات. انا يعني بايد كلامكم بفتكر انه اي شخص ما بيلتزم مفروض تكون عنده عقوبه، يعني لانه لبس الكمامه طالما الباص هم قاعدين جنب بعض والناس حتكون قاعده جنب بعض لابد من توفر الكمامه حمايه لك. عقموا الباص وعقموا لك المينا يعني تعريف الكمامه على الاقل تاخذيها. طيب احنا يعني برضه حنجيب في حاجه مهمه جدا، يمكن في الفتره الايومين اللي فاتت يعني لاحظنا انه في خطاب مطبوح فيه ازعار التذاكر. نعم. يتكلم عن الازعار دي ومدى تجاوب المواطنين معها ولاي مدى هي ممكن تخدم المواطن او تضر المواطن. نعم. المعادله شديد وبنعاني فيها معاناه كبيره عشان نقدر يعني نطلع تناسب مع المواطن. ممتاز. بالذات نحن كناقل وطني، نحن بنمثل الناقل الوطني في السودان. نحن اساسا ارتفاع قيمه التذاكر بيقلل هذا الاركاب، يعني بنتضرر من ارتفاع في قيمه التذكره. نحن عندنا النظم بتاعتنا اللي هي على التكاليف المباشرة والتكاليف الغير مباشرة، فبتطلع هنا دي التذكرة والضرائب أرباح الأعمال بتاعتنا. ده كده بيعتبر الجزء الأول من التذكرة. في إشكال يعني يمكن يعني نحن ناقشناه في بداية تشكيل الحكومة، الحكومة الثورة، و يعني احنا من الحته ذكرت الثوره بنتذكر دائما ارواح الشهداء الثوره، بيذكرونا دائما كل ما نجيب سيره الثوره ان نترحم على ارواحهم. النظام نغير النظام كامل، يعني يكون النظام اشخاص بالنظام. المواطن الدوله بتحصل ضريبه من المواطن وضرائب عاليه جدا، الدافع لها هو المواطن. غير ضريبة داخل التذكرة؟ ضريبة داخل التذكرة. كم نسبتها؟ كم الضريبة؟ شكلين، اللي هي الضريبة اللي اتفرضت في العهد السابق على المواطن. طيب. اتفرضت عليه الضريبة 5% ودي تمت تسميتها بالدمغة. واتفرضت عليه ضريبة الاستهلاك، يعني هو المواطن لما يستهلك المركبة عشان يطلع الباص ده بيدفع ضريبة. نعم. ان احنا فقط بنتكلف بتحصيلها، يعني نتكلف بأعباء التحصيل عشان نديها للدولة. فهي الضريبة دافعة المواطن. فأنت بتجد أنه التذكرة دي بعد ما أنا قلت لك الجزء الأول طلعت القيمة بتاعتي أنا حسبتها بخدتها، ده سعر التذكرة بتاعتي أنا، بضيف له سعر التذكرة بتاعتي زيادة على أرباح ضريبة أرباح الأعمال اللي هي دي ضريبة وطنية، ونحن بنعتز بأن يعني احنا في قطاع النقل، انت كل السودان كله بيعلم مساهماتنا في النقل، احنا بنمثل الحراك الاقتصادي والسياسي. نعم. في الدوله. صحيح. ما في دوله من غير نقل، النقل هو التنميه، فبالتالي ان احنا بندفع الضريبه، ضريبه ارباح العمل، رغم. نعم. عن انه قطاعات نقل الركاب بين الولايات والنقل المواطنين داخل المدن هي كلها مسؤوليه الدوله والدوله بتدعمها. فنحن ما يعني ما عندنا دعم بيجينا من الدوله، ونحن حس الان قاعدين نعاني معاناه كبيره جدا. حتى نحن الان التذكره اللي بشوف المواطن عاليه، نحن منسوبين لنا بشوفوا التذكره ما مرضيه بالنسبه ل يعني طموح رغبته في الارباح او في مساله. فالتذكره الضريبه اللي بيدفعها المواطن للدوله عن طريقنا نحن هي دي بتزيد قيمه التذكره، يعني هي بتساوي 22% من قيمه التذكره. دي بالنسبة للضرائب، يعني دي ضريبة. والضرائب دي احنا في كل منشآت الدولة يا حسام، يعني هو المفروض المواطن ده ذاته يدفع ضريبة ترجع له كعائد في حاجة ثانية، كيف بترجع؟ يعني ده في العهد السابق. بنتمنى انه يعني انتم كغرفة تراجعوا الحاجة دي، وخلينا نخش مباشرة في سعر التذكرة. نعم. الآن أسعار التذاكر الآن نتكلم عنها. طيب. لأنه برضه شايفة الناس برضه يعني محتجة شوية على الأسعار التذاكر. نحن قدمنا ثلاثة دراسات، نحن الأسعار دي بتطلع نتيجة لدراسات. والدراسات دي يمكن نحن ضغطنا فيها شديد جدا على أساس إنه تطلع قيمة بتاع التذكرة مناسبة للمواطن.
واللي هي لانه في الدوله الان اصبحت في متغيرات في اسعار الوقود. يعني في الوقود اللي كنا بنستخدمه قبل ما نتوقف، نضرب لك مثال، كان سعر اللتر فيه 4.11، والان السعر التجاري بتاع الدوله سعر اللتر 23 جنيه، وفي سعر الجازولين الحر سعر اللتر يتراوح ما بين 70 ل 85 جنيه. نعم، ده اللي هو الجازولين اعلى سعر، ده بتستخدمه المصانع والشركات الخاصه. فنحن الدوله اتفقت معانا على اساس انه نستخدم الجازولين 23 جنيه اللتر، اللي هو الجالون بيطلع فوق ال 100 شويه. فعند الجازولين بيمثل نسبه 20% من التذكره. يعني التذكره دي لما انت تحسب الجازولين بيمثل فيها كم، تلقى الجازولين بيمثل 20%، ولما تيجي تحسب الضريبه اللي بيدفعها المواطن اللي بنتحصلها نحن من المواطن، عشان نحن بنتحمل اعباء تحصيلها من المواطن عشان نسلمها للدوله، بتصل لها كم، 20%. فبتلقى التذكره دي كلها نتيجه عن ضرائب ودمغه والدوله شريك في الحته دي. فدي لذلك المواطن بيعاني. نحن كناقل وطني وكاصحاب شركات بتهمنا جدا، يعني انه المواطن ده هو اسرنا، وهم شريحه يعني معينه يعني تستحق الطلبه. كلنا كنا طلبه بنسافر بالباص. صحيح. والمنتج نحن في صباح الشروق يهمنا جدا في المقام الاول كل ذا عاوز يسافر يصل بامان اولا، ويسافر ويصل اهله بسعر مرضي تماما، مرضي بالنسبه له كعميل، ومرضي بالنسبه لكم برضه انتم كشركات. في النهايه انتم برضه داخلين المجال، يعني برضه هو جانب ربحه في النهايه، والوطن ايضا يستفيد. رؤيتكم شنو عشان ما نحن نطلع بسعر تذكره مناسب يعود للدوله ما يعود، ويعود لكم كاصحاب شركات، لكم طموح ولكم امال، ويرضى المواطن ايضا ويجد السعر المناسب له؟ احنا ثلاث اطراف ترضى. رضا الثلاثة أطراف صعب، لكن نحاول. بختلف أنا معناها تكون في على المواطن ضريبة في التذكرة، يعني رأيي الشخصي. أكيد أكيد، يعني المواطن صراحة يعني بنتألم، يعني لما إنه المواطن هو بيدفع ضريبة عشان يسافر. المواطن المفروض يتم دعمه. إحنا عندنا حاجات أساسية للمواطن لابد إنه كلنا نسعى لها. وباعتبار إنه الضرائب اللي بتاخذ المفروض تعود حتى في ذات الجانب على انا بتمنى، يعني انا اوصل في رساله من خلال برنامجكم. طيب اسم مجلس الوزراء وحكومته والسيد رئيس لجنه الطوارئ الاقتصاديه، يعني صراحه نحن كاصحاب شركات وكناقل وطني بنتالم، لانه المواطن ده بيدفع ضريبه عشان يسافر، يعني وضريبه عاليه. يعني الان انا ممكن اخفض قيمه التذكره 22% اذا الدوله رفعت الضريبة عن المواطن. أنا ما بتكلم عن إنه الدولة ترفع الضريبة عني، أنا دافع للضريبة، وممكن الدولة تضاعف الضريبة بتاعتي أنا بتاعت أرباح الأعمال. أنا أوافق كرجل أعمال وكصاحب أعمال إن الدولة تضاعف الضريبة، ضريبة أرباح الأعمال، ودي ضريبة وطنية. لكن صراحة نحن بنتألم ألم شديد لما نشوف الطالب ماشي الجامعة، ولما نشوف المنتج ماشي الإنتاج، ولما نشوف الاسر عايزه تتنقل، فبنتالم جدا. ما في شراكه بينكم وبين الجهات المختصه في يعني رفع اسعار التذاكر؟ ما في النهايه دي شراكه بيناتكم انتوا الاثنين. نعم والله، تخيل يعني الان الوضع في الدوله فيه تجزئه، يعني هو الان بعد سياسه التحرير نحن بنحدد قيمه التذكره كجسم، بنحدد القيمه، ونحن افضل لنا السياسه الاولى تحت الدوله. زمان الدوله كانت هي اللي بتحدد. نحن عندنا الان تعريفه بتاع التذكره موجوده في الدوله في وزاره النقل. نحن دائما يعني التذكره، لانه كل المواد التشغيليه بتاعتنا كلها مستورده، يعني نحن نستخدم الزيوت مستورده، قطع الغيار مستورده، الاطارات مستورده، البطاريات مستورده. ف
فلذلك لما كان بتتعامل التعريفة في الوقت كان بتتحول قيمتها للدولار. فعندنا ريكورد موجود في وزارة النقل إنه الكيلومتر نحن بنبيع كيلومتر، يعني الكيلومتر أنت لما تركب استهلاك ده نحن بنبيع لك الكيلومتر، فبنطلع تعريفتنا على سعر الكيلومتر. فعندنا ريكورد بدينا 3.5 سنت بالدولار في اللي هي في السنين السابقة قبل سياسة التحرير إنه نحن نحدد قيمة التذكرة. الآن نحن محددين قيمة التذكرة سعر الكيلو 2 سنت، يعني أقل من التعريفة حقت الدولة. إذا إحنا دارين نطالب بتعريفة حقت الدولة الكيلومتر بثلاثة ونص سنت بما يعادل، فأنت أكيد يعني أنت بتحول الأساس المسائل دي كلها مبنية على الدولار. ارتفاع الدولار هو يعني تحديد قيمة منتجك. ونحن في يعني بنختلف بين نحن ما عندنا أي منتج محلي بنستخدمه في عملية الغيار التشريبية، كلها بيعتمد على الدولار. فدي بتبقى هي دائرة نحن عشان نحمي، نحن هم هدفنا المواطن، يعني قبل أرباحنا المواطن هنا يعني له رؤية أخرى. نعم. مصادرنا بتقول إنه في كثير جدا بيشتكي من غلاء التذاكر، بيقول إنه أنتوا تحديدا اتمسكتوا إنه الأسعار يتم رفعها وما شايف مبرر للحاجة دي، فكيف تجيب على الحاجة دي؟ طيب هو تأكيدا يعني المبرر موجود، يعني المبرر أنا اشتغلت قبل 5 شهور قبل الجائحة، أنا طبقت الحظر كامل القطاع الوحيد 5 شهور أنا متوقف. خلال 5 شهور أنا كنت دربت تعرفتي على سعر الدولار 70 جنيه واليوم سعر الدولار 150 جنيه، ناخدها بس من الجانب ده. أنا قلت لك كل موارد التشغيل بتاعتنا بالدولار. نعم. وخلاف سعر الدولار مرات بتتحكم فيها الندرة في السوق. صحيح. بتزيد الأسعار، يعني أنا كل أسبوع بشتري بزيادة 15% كل أسبوع مش كل شهر، أنا الأسعار بترتفع عندي. فالأسعار أنا ضربت لك بس أنا ما أقدر أقول لك البطارية كانت بكم والليستيك بكم والده بكم. صح. بديك بالدولار أنت قيس على الارتفاع الدولار بديك للنسبة. أنا توقفت بشتري أديك بجالون البنزين جالون الديزل، أنا بشتري جالون الديزل ب 17 جنيه قبل 5 شهور. أول جازولين بعد التوقف كبيت الجالون بأزيد من 100 جنيه. وشوف التقيس الفرق. طبعا في مؤسسات كثيرة تضررت من رفع دعم المحروقات خصوصا الجازولين والوقود وكذا، لكن برضو ده ما بيمنع عن انه هنالك مافيا وفي ناس يعني بحبوا يعني يستثمروا. المواطن ده استثمار 100%. يعني انا بشتري التذكرة او بتطلع من الغرفة بسعر، في البصمة القاها بسعر تاني، يعني بيجي زول تاني بيكون خاطي حقه في التذكرة وبيع للمواطن، ممكن يكون هو محتاج عنده زول عيان. ويمكن ايام العيد برضو انا يعني سمحت انه الواحد عشان الكورونا يدفع التذكره بتاعته والكرسي جنبه عشان يكون فاضي برضو يدفع تذكرته. يعني كانت في حاجات تفاصيل كثيره ارهقت المواطن السوداني. في ناس كثيرين في العيد ما قدروا يسافروا بسبب هذه القوانين. يعني نتكلم عن الحته دي باكثر استفاضه ونشوف علاج السماسره ده شنو. يعني هل الغرفه عندها تدخل مع السماسره ولا هو الموضوع متروك ساي؟ نعم طبعا بالتاكيد، يعني كل القطاعات دي يعني بالطبقة الفيضية نحن عندنا المسألة دي كثيرة شديد جدا، ونحن ساعين يعني بكل جهد بكل طاقاتنا وبالتعاون مع الجهات الشرطية في إنه نتخلص من الظاهرة السلبة دي، لأنه أساسا هو صاحب الشركة ما عنده مصلحة إنه يبيع تذكرة بزيادة. فهم في يعني دائما في فترات المواسم اللي فيها ركاب عالي بيحاولوا حتى لو يقفوا في الصف يشيلوا تذاكر ويطلعوا يبيعوها برا خارج الميناء. بكل السبل هم بيحاولوا يتحصلوا على تذاكر ويتم بيعها بأسعار زيادة، وهي دي بتعتبر تفلت. يعني حتى عندها قوانين بيتحاكمون بالتفلت بالبيع خارج الميناء، خارج أسوار الميناء أو خارج الكاونترات المكاتب اللي بتخص الشركات النقل. فنحن يعني في الفترة الجاية إن شاء الله هيكون عندنا خطة جديدة في إنه كيف نعمل سيستم نقدر نحارب به الظواهر السالبة، على أساس إنه احتمال الشغل يتطور لشغل إلكتروني ولشغل شغل إلكتروني. وبرضه تمشي في موضوع التوعية إنه ما يتم قبول أي تذكرة خارج المينا البلدي، تكون في آلية موجودة للحاجة دي.
في رؤيه قريبه للتراجع عن الاسعار دي ولا الموضوع صعب شويه؟ والله نحن نتمنى ذلك، يعني انه نحن علينا من جانبنا نقدر نقول سويناه. يعني نحن التذاكر دي انا عايز يعني المشاهد والمواطن والمسافر يعني يعرف انه نحن لسه عندنا 25% ما ضفناها مراعاة للظرف المواطن ومراعاة للظروف الجايه. يعني نحن صارعنا جدا في انه نخفض التذكرة على إطارنا كشركات، في إنه يعني عارفين ظروف المواطن. هي مسؤولية أيضا اجتماعية. هي مسؤولية اجتماعية أكيد، لأن إحنا واحدة من الحاجات اللي بيمثل الحراك الاجتماعي. فدائما بننظر للمسؤولية الاجتماعية، فنحن خفضنا المسألة دي. لكن نحن عايزين نشوف جانب الدولة. جانب الدولة في إنها يعني تراعي للمواطن وترفع كاهل الضريبة اللي يدفعها المواطن للسفر. حق مشروع انه اسافر يعني ليه يعملوا عليه ضريبه؟ يعني ده من حقي اسافر اي حته في السودان طالما انا احمل الجنسيه السودانيه. بالتاكيد احنا نقدر نقول من خلال اللقاء ده انه ممكن اطمن المشاهدين والمسافرين وكل الناس اللي حابين يمشوا الولايات ويجوا الخرطوم ويكون في تطواف جميل في ولايات السودان المختلفه، في انه احنا ان شاء الله بمشيئه الله من خلال الغرف دي حنحارب الغلاء، حنحارب السماسره، حتكون في رساله من الغرف البساط السياحيه للدوله او الجهات المختصه في يعني الغاء الضريبه على سعر التذكره اللي بالتاكيد هي هاجس على المواطن. الضريبه على المواطن صحيح، نحن بنقبل الضريبه علينا. شكرا جزيلا. نعم. صباح الخير. صباح النور. الله يخليك. شكرا استاذ معمر عبد الحميد. نعم. اكيد هو نائب رئيس غرفه البساط السفريه باللجنه التسييريه، وفعلا الامان هو موضوع مهم جدا ومحتاج انه يجي في وقفه قويه اكثر. صح. يعني